وهي زوجتي والدة عزيز، إذا ممكن هوية عزيز، وهي هوية ابني المتوفي عزيز فريد الأحمد، عربي سوري، تولد 1/1/2000، للتوضيح، للتوضيح، لأنه وصل ما سامعنا كلام كثير وبيسيء لسمعة ابننا، وبأنه نحن ما بننكر أي جنسية، ابننا كان جنسيته عربي سوري أو جنسيته سعودي أو جنسيته إماراتي أو جنسيته أي جنسية عربية، فهو بالبداية وبالنهاية عربي، إن كان عربي سوري وإن كان أي جنسية أخرى فهو عربي، لكن للتوضيح ابننا عربي سوري، يعمل مع شاب اسمه يزن الأسمر من السعودية، تعرفنا عليه من فترة شي سنة سنة ونص تقريبا، وكان محب لابننا كثير وكثير غيور عليه، وكأنه واحد من بيتنا ومن أهلنا، وكان صديق لنا وفي جدا، والحمد لله رب العالمين، وهو لحد الآن ما يسعى إنه يجيب لنا جسمان ابننا لقرية المشرفي، لأنه مثل ما وضح يزن الأسمر بفيديو سابق له على اليوتيوب إنه عزيز كان مأمنه أماني، إنه إذا صابني شيء لا سمح الله، ومن فترة طويلة الحكي سبحان الله إنه أدفن في قرية المشرفي عند والدي ووالدتي، والحمد لله رب العالمين. شاب يزن يحاول إنه يوصل هالأماني هذه ويكون وفي إلى أبعد حد مع صديقه ومع أخ لألو اللي هو عزيز فريد الأحمد ابني، أنا والده هي والدته سمر الدياب من قرية المشرفي، ونحن مشان التوضيح الله يرحمك يا عزيز، عزيز غير متزوج، وكل شيء كان يطلع على أي إذاعة أو على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بأنه عزيز متزوج وله أولاد غير صحيح، عزيز غير متزوج ولا عنده أولاد، عزيز أعزب ومات أعزب،